كملين مشاهدينا بالتعليق على موضوع حلقتنا لهذا اليوم واللي ذكرناه بشو صار بحكي ميديا. عبد اليوم معه استطلاعات بالقسم التالي من حكي ميديا. من جديد يسعد مساك محمد ويسعد مساك روان ويسعد مساك جميع مشاهدينا بحكي ميديا في الجزء الثاني، واللي رح نبلش هاي الفقرة باستعراض لبعض تعليقاتكم على صفحة تلفزيون سوري على سؤال حلقة اليوم: هل يستطيع اللاجئون السوريون الاندماج في سوق العمل الألماني؟ طبعا في عدد من التعليقات، وخلينا نذكر بالنسبة اللي لحد الآن وصلت 76% نعم و 24% لا على سؤال الحلقة. بالنسبة للتعليقات، أحمد بيقول نسبة منيحة مندمجة بسوق العمل، وعنا نسبة كمان لا بأس فيها مندمجة بالتزليط والطلاق والتاتو، يعني فهمانين اندماج خطأ، لكن كلمة حق قياسا على الجاليات العربية الأخرى اللي صار لهم زمن طويل أصبح السوريين الهم إلهم بصمة واضحة بالبلد. هو سؤال على الاندماج بالعمل تحديدا كان، هو يعني وسع شوي أحمد. أيضا براء أو براءة بيقول أو بتقول أساسا معظمهم اندمج ومشي الحال. طيب شي ببشر. أيضا ما بعرف زمانه كمان ناظم بيقول أكيد بيقرروا، بس بتضل المشكلة عند اللي ما بده يندمج. يعني هي يمكن قضية شوي إشكالية، يعني كل الناس بالتفاصيل إنه في شوية أحيان صعوبات العلاقة باللغة أو القوانين، بعض الأحيان يمكن هي اللي بتصعب المهمة، حتى كمان العادات التقاليد يعني. وفي بنعرف كمان بعض العالم اللي كان عنده هي رفض لحتى موضوع الاندماج، وذكرناه قبل موضوع بتركيا. تماما، أكيد نرجع نذكر مشاهدينا بالسؤال موجود على الصفحة، فيهم يدخلوا يصوتوا. نتيجة التصويت أكيد بآخر الحلقة رح تنذكر، وأيضا اكتبوا تعليقات مشان نضل عم ناخذ تعليقاتكم بفقرة حكي ميديا. رح انتقل مباشرة مشاهدينا لموضوع آخر، وهو التصويت، أيضا تصويت مرة أخرى اللي قامت فيه صفحة دمشق الآن المؤيدة. طبعا الصفحة طرحت تصويت على المنبر تبعها، كانت عم تقول: هل تؤيد الرئيس القائد بشار الأسد أنه أفضل من يستطيع تولي قيادة سوريا وهيك شعب؟ طبعاً أدمن الصفحة كتب هذا السؤال وكتب: سأرد على دعوة أحد أصدقائي المعارضين الذي قال لي شعبية الرئيس لا تتجاوز 30% في سوريا، وأنا قلت له أنه تتجاوز 75%، لهذا سأنشر استطلاع رأي لننظر كم هي شعبية الرئيس بشار الأسد. طبعاً تفاجأ بالاستطلاع اللي هو 9% أؤيده و 91% لا، هو قايل أنه أكتب السبب. طبعاً في آلاف تعليقات صارت على هذا الاستطلاع، رصدنا بعض هذه التعليقات، خلونا نشوف. درويش بيقول: الأسباب لا تعد ولا تحصى، من هجر 5 ملايين وكان سبب بنزوح 6.5 ملايين لا يستحق أن يحكم بلده، جواز السفر سوري ما قبل الأخير عالميا، والتعليم من سيء لأسوأ، والبطالة 80% والعشرون المتبقية نصفهم تجار حرب أشبيحة و و و و و. أيضا كتب محمد شيخ علي بيقول: لا، لأنه أجدر بالتمثيل مع مستر بن، وأظن أن لديه مواهب خفية بالكوميديا. أيضا أنس كتب: إذا اعتبرنا أنه كان رئيس فلقد فشل في حل أول مشكلة واجهته، أما الحل الذي توصل إليه وهو ليس صاحب القرار الفعلي به لا يرقى إلى عمل مرتزقة مأجورين، وعندما كانت سوريا بعافيتها كان كالبطة العرجاء، أما الآن فلن يعدو أكثر من ذات جريمة الكل يريد التخلص منها. أيضا كتب هشام يقول: كيف نؤيد رئيس شرد وقتل الملايين من الشعب للحفاظ على كرسيه وعلى مصالح الدول المحتلة كروسيا وإيران؟ طبعا نحكى كثير على هذا التصويت، وكثير في سكرين شوتس للبوست للتصويت، وانتشر بشكل كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني الحقيقة في حالة طريفة شوي صايرة يعني بتناقل هذا المنشور، حتى في كلام أنه صحة هي مو نفسها دمشق الآن اللي هي الأساسية المعروفة، يعني هي شهيرة جدا، لكن مع ذلك يعني يبقى الموضوع طريف يعني ويجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة نحن في يمكن زمن انتخابات، يعني كان في الانتخابات الروسية ومن فترة كان في الانتخابات المصرية، ويعني في هيك جو انتخابي عام في المنطقة. يعني ما بعرف إنه بينصدموا من النسبة، هذا الشيء مضحك بالنهاية.
بصرف النظر يمكن مثل ما قلتي الصفحة غير الصفحة الأساسية عليها المؤيدة جدا وعليها متابعين كثار، بس حتى باستطلاع رأي سابق يمكن بتذكر صفحة قاعة حميميم اللي هي المركزية اللي هي شبه رسمية، كان في كمان استطلاع رأي عن موجود الوجود الروسي، ورغم انه هي يعني صفحة روسية ومعظم يعني المتابعين مؤيدين، لكن كان في نسبة الاستطلاع معظمها عم تقول هذا احتلال روسي وبالتالي ضد يعني الصفحة. هو يعني دائما هي الصفحات اللي يعني لا تحمل صبغة رسمية، يعني لما بيكون في هيك نوع من المنشورات وبتجيب هيك نتائج يعني بيطلعوا بيقولوا انه هي مزورة يعني، واللي بدهم بتكون هي على كيفهم يعني بيتوصلوا من الموضوع تضليل كالعادة. هذا كل شيء لليوم مشاهدينا، اكيد بكره في عنا وقفة اخرى مع حكي ميديا، انتظرونا. واليكم محمد وروان. شكرا لك عابد، نحن طبعا مكملين بفقراتنا بالأم الشمل بعد الفاصل.